اهلا بحضراتكم مره اخرى مع اولى لقاءاتنا الحواريه في برنامج الحصاد النهارده، واللي خصصناها للحديث عن وضع الجنيه المصري امام الدولار. وممكن نتفرع من هذا الموضوع الحديث عن الاوضاع الاقتصاديه بشكل عام، لكن بدايه كده الجنيه المصري بينزل امام الدولار، يعني الدولار عمال بيعلى، وصل في البنوك تقريبا ل7.5، وخارج البنوك كان وصل فتره من فترات 8.5 و78، يعني بيعلى. يا ترى ايه سبب يعني الزياده في سعر الدولار وانخفاض يعني الجنيه امامه، وهل ده ممكن يستمر؟ لان البعض بيرى انه احتمال الموضوع ده يستمر ويزيد عن كده كمان، فلو استمر بهذا الوضع الاوضاع الاقتصاديه في مصر هيكون شكلها ايه، وايه الاعباء اللي ممكن تضاف على المواطن المصري، وليه اصلا ده بيحصل دلوقتي؟ ما سبب صعود الدولار امام الجنيه المصري او هبوط الجنيه امام الدولار؟ هنحاول نعرف اسباب هذا مع ضيفنا الاستاذ الدكتور احمد ادم الخبير المصرفي. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا دكتور احمد. عاوزين نعرف يعني في رايك كده ايه اسباب ارتفاع سعر الدولار؟ هو كان يعني فتره من الفترات كده كان في ثبات في سعر الدولار، كان 7 وشويه، ده ثبت عليه فتره كبيره يعني، وكان الامور مستقره والاسعار مستقره، وكان في حاله من يعني التوازن، لكن اصابه في الشهرين اللي فاتوا دول بدا الدولار يعلى بشكل مبالغ فيه، لغايه ما وصل يمكن في السوق السوداء لغايه 8.70 جنيه، وسمعنا ارقام كده والناس بترشح انه ممكن يزيد عن كده احتمال يعني في الايام القادمه. ليه ده بيحصل؟ لا ده هو كان وصل 8.75 وكان هيكمل لولا البنك المركزي يعني ضخ دولارات للبنوك وبدا يطمن الناس، وبدات رئاسه مجلس الوزراء عملت قرار ان محدش يسمع اي حاجه عن الدولار غير من البنك المركزي، لان البنك المركزي هو المنوط بيه عمليه الحفاظ على استقرار سعر الصرف وكده، وليه استراتيجياته طبعا طويله وقصيره ومتوسطه لان هو يدير الحكايه دي، لان طبعا انت عارفه ان اداره التضخم السياسه النقديه بتقول ان احنا لازم نحد من تاثيرات التضخم السلبيه على المواطن المصري. التضخم بيجي لنا من حاجتين، بنقدر نحد منه عن طريق حاجتين، ان احنا بنتحكم في سعر الصرف. سعر الصرف انت عارفه الواردات بتاعتنا زادت عن 60 مليار دولار، فاي زياده في سعر الصرف بتاثر على طول على اسعار السلع، وعن طريق سعر الفايده كمان. لما التضخم بيعلى البنك المركزي بيبقى يعلي سعر الفايده علشان المواطن المصري برضه يبقى في زياده في دخله موازيه للزياده في الاسعار، فما يحسش بارتفاع معدلات التضخم. هي دي هو ده الاطار العام للسياسه النقديه، فالبنك المركزي هو المنوط بيه الحفاظ على عمليه استقرار سعر الصرف علشان ما نرفعش الاسعار، وعشان المواطن المصري ما يشعرش بعبء التضخم عبء ارتفاع الاسعار. ودي اهم حاجه بيلعبها البنك المركزي، علاوه على دوره طبعا في الرقابه على البنوك وتامين ودائع العملاء والحفاظ على حقوق المساهمين وكده. حضرتك كان في مؤتمر اليورو ماني، على هامش المؤتمر كان جه وزير الاستثمار كان صرح بان احنا هنحرك الجنيه وهنخفض سعر الجنيه قدام العملات الاجنبيه. طبعا كلام زي ده اي حد معاه فايض مالي، انت عارفه في بعض الفوايد الماليه في ناس بيبقى معاها فوايد، والفوايد دي بتبقى بتدور في السوق، يعني هو بيبص على الذهب سعره بيعلى بيبدا يشتري ذهب، اما بيبدا يبص على الدولار لو عارف ان الدولار الفتره اللي جايه دي سعره هيعلى بيبدا يشتري دولار، بيخش في حاجات كتير. فطبعا كل اللي معاهم فايض مالي لما عرفوا ان وزير الاستثمار قال كده، ده راجل مسؤول حكومي وده راجل وزير الاستثمار يعني ترس في المجموعه الاقتصاديه، كله جري طبعا وبدا الطلب على الدولار يعلى طبعا. وانت عارفه ان البنك المركزي بيوفر دولار بس لاستيراد السلع الضروريه او السلع او مستلزمات الانتاج الضروريه. طبعا اي حد عايز يوفر دولار بيوفره من خارج البنوك، يبقى من السوق السوداء على طول بدا يبقى في طلب. الدولار سعره عالي جدا جدا وكان ممكن يتجاوز ال9 جنيه لولا ان يعني وزير الاستثمار اتكلم الكلام ده مثلا العصر بالليل، بدا مجلس الوزراء ياخد خد قرار، والبنك المركزي طبعا بدا تاني يوم لما لقى في ارتفاع كبير كده وفي زياده في الطلب بدا يضخ دولارات للبنوك عشان تفتح اعتمادات ومستندات التحصيل وكده. فالناس بدات يعني الامور بدات تخف شويه فسعره بدا يتراجع شويه. حضرتك عارفه ان احنا مواردنا يعني من اهم الاسباب لارتفاع الدولار في الوقت اللي فات ده هو تصريحات ادت لكده. دي تصريحات ادت لكده طبعا. عارف حضرتك ده بيوضح ان مفيش تنسيق على فكره بين المجموعه الاقتصاديه وبين البنك المركزي. انا ما اعرفش هم طبعا بيقعدوا مع رئيس الوزراء وبيجتمعوا وبيتكلموا، من المفروض ان يكون في تنسيق في حاجه زي كده،
اعتقد ان هو مفيش تنسيق خالص. طبعا بعدها برضو وزير الماليه كان ادى تصريحات ان احنا بنواجه تباطؤ نسبي في معدلات نمو الاستثمارات الاجنبيه. راحت جايه طبعا وكاله الاسوشيتد بريس راحت جايه قالت ان عملت تقرير عن الاقتصاد المصري وقالت ان الاقتصاد المصري بيعاني من ازمه سيوله والاقتصاد المصري بيعاني من تباطؤ في معدلات النمو، واستشهدت بكلام وزير الماليه. وزير الماليه ده اهم واحد في المجموعه الاقتصاديه. طبعا انت عارفه لما وكاله عالميه زي دي تيجي تعمل تقرير زي ده، وكالات التصنيف العالميه بتبدا تبص وبتبدا يعني تبدا تحدث بقى تحليلاتها وتبدا تعمل كلام. الممكن جدا في ظروف زي دي التصنيف الائتماني او النظره المستقبليه مثلا للاقتصاد المصري تبدا تاخد نظره تشاؤميه، يبدا التصنيف نخش في دوامه تخفيض التصنيف تاني. وانت عارفه تخفيض التصنيف الائتماني بيأثر تأثير مباشر على موارد النقد الاجنبي، لان ده بيأثر على الاستثمارات الاجنبيه الداخله وبيأثر على كل حاجه، بيأثر على اصدارك لسندات لو انت محتاجه موارد نقد وعايزه تستلفي من بره فلوس، بيأثر عليك في كل حاجه. فطبعا يعني ايه من المفروض طبعا اعتقد ان هو خلال الفتره اللي جايه دي وفي ظل رئاسه جديده لمجلس الوزراء اعتقد الامور ممكن يعني التصريحات دي تبدا تخف شويه، لانها فعلا اضرت بالاقتصاد المصري ضرر كبير جدا خلال الشهر اللي احنا فيه ده. حضرتك عارفه طبعا ان موارد مصر الدولاريه، احنا مواردنا كلها بتيجي منين؟ صادرات طبعا، ده اكبر مورد من موارد النقد الاجنبيه، وبعد كده تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وبعد كده ايرادات السياحه، وبعد كده صافي الاستثمارات الاجنبيه المباشره، وبعد كده رسوم المرور في قناه السويس. السنه دي ميزان المدفوعات لسه البنك المركزي من اسبوع اعلن عن بيانات اوليه لميزان المدفوعات في 30/6. صافي الاستثمارات الاجنبيه المباشره عامله زياده 2.3 مليار دولار، السياحه عامله حوالي 2.3 مليار دولار، تحويلات المصريين عاملين بالخارج عامله حوالي 7.7 مليار دولار. موارد مصر كلها 60.5 مليار دولار، شوفي موارد مصر اللي احنا والصادرات حتى عامله 22.1 مليار دولار، فكل موارد مصر 60.5 مليار دولار. ده يعني هل الموارد دي اللي هي 60.5 مليار دولار كده هي قلت عن فتره فاتت؟ يعني بتقيم كل قد ايه او بيعتمد الاعلان عنها كل قد ايه؟ كل ربع يعني سنة. السنه الماليه انت عارفه بتبدا من 1/7 بتنتهي في 30/6، من 1/7 لغايه 30/9 بنقول بيانات، من 1/10 لغايه 31/12 ده ربع بنقول بياناته، من 1/1 لغايه 31/3 ده ربع، من 1/4 من 1/4 لغايه 30/6 ده ربع. بناخد الاجمالي بتاع 30/6 ونقول اجمالي ميزان المدفوعات عامل فايض 3.7 مليار دولار في مقابل فايض السنه اللي فاتت 1.5 مليار دولار. الفايض طبعا ده نتج عن المساعدات العربيه اللي جات لنا، لان الميزان في الربع الثالث كان عامل عجز لما جات لنا المساعدات العربيه اللي هي 6.4 مليار دولار من السعوديه ومن الامارات ومن الكويت ومن سلطنه عمان، وكمان احنا اصدرنا سندات دولاريه ب 1.5 مليار دولار، كل ده عمل لنا الفايض 3.7 مليار دولار. عارف حضرتك كل الموارد اللي احنا اتكلمنا عنها دي عامله 60.5 مليار دولار استخدام واحد بس اللي هو الواردات، استوردنا ب 60.8 مليار دولار، فكل الواردات بتاعت السنه دي خدت كل مواردنا الدولاريه وعملت كمان عجز. فاحنا مواردنا ما بتغطيش استخدامات. ده العادي بتاعنا ولا يعني برضو التقرير الاخير ده بيقول ان كده افضل او اوحش؟ يعني ما احنا عاوزين نعرف وضعنا مقارنه بما كان. الوضع زي ما قلت لحضرتك في ثلاث حاجات عماله تتحسن. تحويلات المصريين العاملين بالخارج عملت رقم تاريخي ما وصلتلوش قبل كده 19.2 مليار دولار، دي ما وصلتلهاش قبل كده، وزادت حوالي 7.1 مليار. السياحه زايده، صافي الاستثمارات الاجنبيه زايده، السياحه برضو عشان الناس في المدن السياحيه ما يقولوش انت احنا بنتكلم ليه، يعني ده مفيش شغل ومفيش سياحه. السياحه زادت عشان انت عارفه ان في اليمن مشاكل وفي سوريا المشاكل بدات تزيد، كل الناس النازحين يعني النازحين دول لما بيخشوا بيعتبروا في كرقم هم بيصرفوا صحيح، هم مش قاعدين في فنادق ولا غيره، لا لا قاعدين شقق بس بيصرفوا وبيحولوا. تصنيفاتهم وتحويلاتهم رغم انها بسيطه وصغيره لكن في العدد الكبير عملت ال 2.3. صافي الاستثمارات الاجنبيه برضو عشان ما نقولش ان في استثمارات داخله والاجانب يعني داخلين في استثمارات وبتاع في ظل الاوضاع الراهنه، انت عارف انا يعني الناس مش المؤتمر الاقتصادي على الرغم ان احنا عملنا اتفاقيات مبدئيه مع الناس لكن
المجموعة الاقتصادية أخفقت في إنها تحولها تساير الواقع. هذا لا أخفقت إنها تساير هذا وتعمل لنا بقى قانون الاستثمار تكمله وقانون الضرائب والكلام ده كله. عملوا اللائحة التنفيذية بعد المؤتمر ما خلص بحوالي 4-5 أشهر. طبعا أنت مش لوحدك على الساحة، أنت دولة بتسعي لاكتساب استثمارات أجنبية، في 100 دولة في العالم بتسعى لكده، وفي 100 دولة في العالم بتجري وراهم، ده حتى أمريكا بتجري ورا الاستثمارات الأجنبية. لا وحتى على مستوى دولة بتقول أنا هو يا جماعة وبعمل مؤتمر اقتصادي وتعمل يعني لائحة تنفيذية بعد المؤتمر ب4 شهور، ده نذير يعني سيء لأي مستثمر. لا ده الناس ده غير منظمة وغير مرتبة غير قادرين على أنهم يعملوا حاجة طالما بيطلعوا لائحة تنفيذية بعد 4 أشهر ولسه فيها كلام، يعني لسه في كلام حوالين قانون الاستثمار حتى الآن. والله بص حضرتك، إحنا سبق وطالبنا من فترة طويلة بتغيير المجموعة الاقتصادية، المجموعة الاقتصادية ما اتغيرتش، هو وزير الصناعة والتجارة هو اللي مشي رغم ان الصناعة والتجارة بعيدة يعني أكثر بعدا عن الوزارات التانية في مجال الشأن الاقتصادي. احنا بنقول ان احنا صافي الاستثمارات الأجنبية زادت عشان في استثمارات موجودة في البورصة ما دخلت عن طريق غير يعني دخلت عن غير طريق البنوك، لأن في قرار من البنك المركزي اللي بيخش عن طريق البنوك بيطلع عن طريق البنوك وبالسعر المحدد من قبل البنك المركزي، فاللي دخل مش عن طريق البنوك وعايز يخرج تاني طبعا سعر الصرف لما بيجي يغير من السوق السوداء بيلاقي ان سعر الصرف هياخد كل ارباحه فبيضطر يبقى. دي بالنسبه للاستثمارات اللي في البورصه، لما بتقعد اكتر من سنه بتندرج تحت بند ان دي استثمارات مباشره رغم انها هي استثمارات قصيره الاجل، فده اللي عامل الزياده في صافي الاستثمارات الاجنبيه المباشره. صافي الاستثمارات الاجنبيه المباشره زي ما قلت لك الثلاث بنود دول عاملين زياده، الواردات قلت حوالي اكتر من 3 مليار دولار، قصدي الصادرات اسف، الصادرات قلت حوالي اكتر من 3 مليار دولار، وفي ناس كتير جدا بتيجي تقول احنا عايزين نحرك الجنيه وعايزين نخفض الجنيه عشان خاطر ننشط الصادرات، الكلام ده كلام غير حقيقي. الصادرات المصريه اسمها صادرات غير مرنه، بتعرف تحت هذا البند صادرات غير مرنه، يعني ايه؟ دي صادرات تقليديه بتصدر لاسواق تقليديه باسعار اقل من اسعار بيعها هنا في السوق المحليه لينا، يعني بنصدرها بره بارخص ما احنا بنشتريها. يعني مثلا البدله، مثلا انت بتشتري البدله من هنا ب 2000 3 هناك بتتصدر بره مثلا ب 1000 جنيه للمصدر اللي بره وبيبيعها بره بكده، فدي سلع تقليديه بتصدر لاسواق تقليديه، الدولار طلع الدولار نزل ما بتتاثرش خالص، بالعكس كل ما في مشاكل بره الاتحاد الاوروبي في مشاكل، طبعا المشكله اليونانيه واليونان مأثره على الاتحاد الاوروبي، الاتحاد الاوروبي اكبر شريك تجاري لمصر، اكبر يعني اتحاد مجموعه اليورو دي اكبر شريك تجاري لمصر، لما بيحصل فيها مشاكل صادراتها بتقل، لما بتحصل في مشكله في امريكا صادراتها بتقل، لما بتحصل في مشكله في دوله معينه الصادرات بتاعتها بتنخفض، فدي بتاثر على الصادرات المصريه. الصادرات المصريه انخفضت انخفاض كبير جدا وعجز الميزان التجاري هيبدا يحصل، يعني هنبدا نخش بقى في 40 مليار دولار عجز في الميزان التجاري، والرقم بتاع السنه دي برضو رقم غير مسبوق ان هو العجز يوصل لحوالي 38 مليار او ازيد من 38 مليار دولار، فاحنا الدولار عندنا في مشاكل. ولولا المساعدات العربيه، على الرغم ان في ناس لما عرفت ان المساعدات العربيه هتتوقف خلال الفتره اللي جايه دي، انت عارفه ان انخفاض اسعار نفط البترول دي عامله عجز في موازنات الدول العربيه وعجز رهيب، الدول العربيه علشان تواجه المستقبل لان سعر البترول بيقل وهيقل، انت عارف ان هو في الاول انخفاض سعر البترول كان قرار سياسي اتخذته السعوديه وامريكا لما اجتمعوا في مارس 2014 وقرروا ان هم يواجهوا بقى روسيا والتطلع الايراني في المنطقه والتطلع الروسي في المنطقه وكده، يواجهوا بتخفيض سعر النفط، ده هيأثر تأثير مباشر عليهم وأثر تأثير مباشر على حرس الثوري الإيراني طبعا لأنه مستثمر كل فلوسه في مجال النفط وكده، ويحدوا بقى من التدخل الإيراني في سوريا وفي العراق ورغبة سوريا في إنها تزود بقى الهلال الشيعي في المنطقة وكده، هم عملوا كده. يعني أعتقد إن لغاية النهاردة إيران بقى بدأت برضو النفوذ بتاعها بيتزايد، روسيا ما فيش فايده، هم اتصالحوا يعني مع ايران وبرامجها النووي، هو هم مش هم اتصالحوا مش علشان خاطر يعني اتصالحوا خلاص صلح كامل، لا هم دي مصالح كلها في حاجات معينه بيعملوها كده. طب يعني نرجع يعني موضوع الدولار، اذا حضرتك بتقول التصريحات الغير مسؤوله واخفاق المجموعه الاقتصاديه الى جانب انه برغم من ان بعض الموارد الدولاريه زادت عندنا، لكن الـ الواردات اللي احنا بنجيبها من بره
زادت هي كمان زيادة كبيرة جدا، وزادت أسعارها، وبالتالي كل الزيادة دي ابتلعتها الحاجات اللي احنا بنستوردها من الخارج. اه طبعا، يعني كل مواردنا الدولارية بند واحد من الاستخدامات خد كل الموارد الدولارية بتاعت مصر. زي ما قلت لك المساعدات العربية هي اللي ساعدتنا. المساعدات العربية خلال الفترة اللي جاية انت عارفة هتخف، يعني من الممكن جدا خلال السنة اللي جاية المساعدات تقل جدا. فالمساعدات لو قلت ميزان المدفوعات هيجيب عجز، الا اذا بدأنا في مشروع محور قناة السويس، يعني بدأنا فيه، واعتقد ان لغاية النهارده هم بيعملوا يعني البنية التحتية بدأوا يشتغلوا في الانفاق وكده، لكن الحكومة مفيش تحرك منها خالص، يعني ما شفناش فيه. بدأوا مثلا يبعتوا بعثات ويبدأوا يتفقوا مع مستثمرين، اعتقد ان مفيش حاجة من دي بتحصل، ما شفناش حاجة من دي بتحصل. هي الرحلات بس بتاعت رئيس الجمهورية، انما المجموعة الاقتصادية ما شفنا لهاش حركة، ما شفناهاش مثلا انها بدأت تمهد، او هي المنطقة ممهدة طبيعي. ما بدأناش نقول يا جماعة مثلا اللي هيجي ياخد ارض بدري احنا بنديله مميزات كذا، ده اللي هيجي يخش دلوقتي احنا بنديله مميزات كذا، مفيش، ما شفناش الكلام ده. ما شفناش الشركة مثلا اللي اتعملت عشان تدير الخدمات في المنطقة بتاعت مشروع المحور، رغم ان المشروع موجود، الشركة اللي كانت رسى عليها العطاء المكتات موجودة، والمشروع معروف هيبدأ شغله فين، ومعروف ان الموانئ اللي هتبدأ تشتغل مع المشروع ايه. احنا مش شايفين حركة خالص. لو مفيش حركة ميزان المدفوعات هيجيب عجز، وانت عارفة ميزان المدفوعات كده تحتيه بتبقى الاحتياطيات، العجز بيتاخد من الاحتياطي طبعا، الفائض بيتضاف للاحتياطي. الاحتياطيات بتاعت مصر انت عارفة بقالها شهرين عمالة تنخفض، انخفاض ده انخفاض كبير، يعني 1.5 مليار دولار، وبعدين مليار دولار، انخفاضات كبيره ما سمعناش عنها من سنه او سنه ونص، انخفاضات كبيره. الاحتياطي لما بينخفض ولو تلاشى الاحتياطي يبقى على طول مصر اي عجز في ميزان المدفوعات بتستدين له على طول، يبقى نبدا الاستدانه الخارجيه. انت عارف الاستدانه الخارجيه في منتهى الخطوره وبتاثر تاثير على القرار السيادي اللي لمصر. مأخر الاستثمارات انها تيجي الاجنبيه اللي ممكن تكون مصدر للدولار ومصدر للحركه، هل حضرتك شايف ان البرلمان الذي لما ينعقد حتى الان ممكن يكونوا مستنيينه، ولا هم مش في بالهم حكايه البرلمان دي وشايفين ان في تخبط في التشريعات الاقتصاديه ومحتاجينها تكون اكثر وضوحا؟ الاجانب طبعا دي انت عارف ان راس المال جبان، ده سواء جوه او بره، هم عايزين استقرار طبعا. لغاية النهاردة يعني عايزين استقرار وعايزين تحفيز. لغاية النهاردة في مشاكل بتحصل، التحفيز اللي هو من قبل الحكومة مش موجود. يعني احنا قبل المؤتمر احنا قلنا نستبشر خيرا بقى، البنك المركزي راح عامل قرارات في منتهى القسوة علشان خاطر يقضي على السوق الموازية، وبالفعل قدر ان هو يقلل الفرق جدا بين سعر الجنيه عنده وسعر الجنيه في السوق الموازية قبل المؤتمر. ولما المؤتمر بدأ كان السعر بالفعل بدأ يحصل عنده نقطة تعادل وكده، قلنا لا ده خلاص بقى ده الحكومة ناوي، وبدأوا يعلنوا بقى خطوط عريضة، ده في تخفيضات ضريبية، ده في قانون استثمار، ده في ده في ده في. المؤتمر خلص من هنا ولا كأن احنا عملنا حاجة خالص، مفيش حاجة. زي ما قلت لك مفيش تحركات، مفيش مزايا اتطرحت، مفيش حاجة خالص. فأمر طبيعي المستثمر طبعا شاف ان في عدم جدية، فأمر طبيعي ان هو بيدور على سوق تاني. انت عارف ان مشروع المحور كله باصص له بالفعل، لان مشروع المحور هيبقى مشروع واعد، والاستثمارات من المفروض انها هتكسب كتير، واحنا هنكسب كتير. احنا بنقول ان احنا ايراداتنا من المحور سنويا هتتجاوز الصادرات المصريه، الصادرات عماله تقل، فربنا جاز عامل لنا مشروع محور قناه السويس ده علشان خاطر يبقى مورد جديد من موارد النقد الاجنبي. وانا قلت لك ان موارد النقد مش مقضيه استخدام واحد اللي هو الواردات، انما مفيش تحركات لغايه النهارده برضه، مفيش تحركات لكده. ولما تيجي تكلمي حد يقول لك اصل احنا مش لاقيين، يعني التغيير الوزاري الاخير ده بيقول لك عرضنا على شخصيات ومفيش حاجه. اعتقد ان مفيش هنا برضه عندنا قاعده بيانات الحكومه عاملاها للناس اللي هي اللي موجوده مثلا في مجال الاقتصاد، اللي موجوده في مجال البنوك، اللي موجوده في مجال البورصه، اللي موجوده في مجال البترول، اللي موجوده في مجال في مجالات مثلا التكنولوجيا مثلا الخاصه مثلا بالسوفت وير بالهارد وير بالنسبه للكمبيوتر. انت عارفه ان الصناعات دي هي اللي خلت الهند دلوقتي بتنافس دلوقتي، يعني وهتبقى دوله متقدمه في القريب العاجل، هي عمليات البرمجه وكده. احنا ما دخلناش في القصه دي خالص، وما عندناش قاعده بيانات. يعني عندنا لما يجوا يدوروا دلوقتي على رئيس بنك يقول لك ده ما فيش، رغم ان في 500 ألف واحد
من الممكن ان هو يصلح رئيس بنك. طيب في 50 اصل احنا 90 مليون مش ممكن نكون 90 مليون. حضرتك كان بيقول ان احنا محتاجين تغيير الدماء، انه احنا بنجيب من نفس المعين، وان احنا محتاجين لتغيير الوجوه والدماء لازم. علشان نلمح تغيير الفكره والخطه. طب اسمح لي، يعني الدولار قلت حضرتك اسباب كلها تؤدي الى صعود الدولار في مقابل الجنيه، لكن هل من ضمن هذه الاسباب اي ضغوطات يعني من قبل صندوق النقد الدولي او البنك الدولي؟ احنا لغايه دلوقتي لسه ما استلفناش، لكن شكلنا هنتجه ان احنا ممكن نقترض لو الامور لا قدر الله استمرت هكذا. في هذه الحاله هم من حقهم يملوا شروطهم مهما قالوا ان انتم بتنفذوا برنامجكم الداخلي وان انتم اللي هتحطوا البرنامج، لكن اكيد برضو من ضمن الحاجات ما يسمى بتعويم الجنيه او ما يسمى بتحرير سعر الصرف او غيره. هل ليهم اشتراطات؟ هل احنا بنحاول ولا احنا ما حاولناش حاجه لكن سوء الاوضاع هو اللي ادى للظاهره دي؟ شوف حضرتك، صندوق النقد الدولي حاليا دول شويه موظفين، يعني دول موظفين فعليين، مفيش كفاءات خالص هناك. هو برنامج جامد بيطبقوه زي ما بيطبقوه على مصر، بيطبقوه على الهند، بيطبقوه على باكستان، بيطبقوه على اي دوله، بيطبقوه على السودان، بيطبقوه على الاردن. ده برنامج جامد بيطبقوه على كل دوله بتتعامل معاهم بهدف ضمان استرداد مديونيته، بس مش اكتر من كده. هو مش عايز يصلح حالك ولا حاجه، ده هو عايز يضمن ان هو يسترد المديونيه بتاعته بس. صندوق النقد ده كان فيه كوادر وكان فيه كفاءات وكان فيه كده لما كان فيه قوتين عظمتين، لما كان امريكا قدام الاتحاد السوفيتي وكان فيه المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي، في الراسماليه وفي الاشتراكيه. فامريكا راحت عامله البنك الدولي وعامله صندوق النقد الدولي عشان تجذب بقى فكره دول عدم الانحياز والكلام ده، ان الدول اللي هي مش ملحظه دي تنضم للمعسكر الغربي ازاي، بنحفزها انها تاخد قروض من البنك الدولي، ان صندوق النقد الدولي يخش يعمل لهم برامج ويحفز الاقتصاديات بتاعتهم ويحولها من اقتصاد اشتراكي مثلا لاقتصاد راسمالي. الكلام ده كله انتفى تماما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بتفككه، وان وجود امريكا على قمه الهرم، وبقت امريكا هي القوى المهيمنه على العالم. ده كده امريكا راحت سحبه الكفاءات الاقتصاديه اللي كانت موجوده في صندوق النقد وخلاص باقي الموظفين. فهو برنامج بيتطبق على الكل. البرنامج ده مش بيقول سعر الدولار بس، ده هيخش يقول لك لازم اسعار الوقود تبقى زي الاسعار العالميه. طبعا الحمد لله ربنا رحمنا وان اسعار النفط انخفضت انخفاض كبير جدا، واعتقد ان مفيش دعم. يعني هو احنا لو اسعار النفط عندنا بقت اسعار زي الاسعار العالميه، بعض انواع الوقود احنا عندنا اغلى كمان، يعني الحكومه بتكسب. انا ده موضوع لازم نتوقف عنده، لان لغايه دلوقتي احنا موهومين ان احنا عندنا دعم في البترول. يعني شوف حضرتك، والله هو انا كنت في احد يعني بصيت كده لقيت ان الموازنه العامه للدوله لغايه شهر لغايه نص السنه ما كناش دافعين دعم خالص. جينا في الربع الثالث فوجئت بان احنا دفعنا دعم 45 مليار للوقود، رغم ان ما كانش في دعم حتى الربع الثاني، نهايه الربع الثاني يعني لغايه 31/12 ما كانش في مبلغ مدفوع خالص. فوجئنا بظهور مبلغ كده ان هو ده دعم مدفوع لهيئه البترول دعما للطاقه 45 مليار في مقابل 50 السنه اللي فاتت، يعني الانخفاض 5 مليار بس. فانا كنت في احد البرامج طلبت ان حد يطلع من وزاره البترول يوضح لنا ايه ده؟ ايه المبلغ اللي ظهر مره واحده ده في ظل الانخفاض الكبير جدا في اسعار النفط؟ ايه المبلغ ده؟ والمبلغ ده ما اتحطش ليه في الربع الاولاني والثاني؟ في حاجات كتيره جدا من المفروض ان الناس او الحكومه تبدا توضحها للناس. للاسف التعتيم ده سمه غالبه طبعا علينا من زمان، من 70 80 سنه كده ما حدش بيطلع يقول المشكله ايه. من المفروض ان المسؤول بيطلع يا جماعه احنا عندنا مشكله، المشكله 1 2 3 4 بدل ما يحصل بلبله، لا ده انا عندي مشكله 1 2 3 4 حلها 1 2 3 4 البرنامج الزمني للحل اهو، تابعوني بقى في اللي انا بقوله ده، ويطلع بكل شفافيه يقول كده انا عندي مشكله. ايه المشكله؟ عندنا مشكله موارد نقد اجنبي، المشكله دي حلولها 1 2 3 4 1 2 3 4 دول هنعملهم في فتره زمنيه 1 2 3 4 ويعني والناس والصحافة تبدأ والإعلام يبدأ يتابع البرنامج الزمني ده. لكن للأسف الشديد محدش بيتكلم، وسايبين الإشاعات هي الغالبة طبعا، والناس عمالة تسمع في إشاعات والناس عمالة تسمع وتتكلم كلام مش مظبوط. هل مثلا يعني البترول انخفض ورجع ارتفع تاني وبالتالي احنا يعني اضطرينا ندفع حضرتك؟ مفيش حد قال حاجة. أنا البترول سعره ما بيرتفعش خالص، البترول في انخفاض متتالي. فزي ما قلت لحضرتك
احنا محتاجين شفافيه كتير، يعني محتاجين شفافيه اكتر. يعني مثلا احنا فتحنا في الموازنه العامه، الموازنه العامه لما احنا نيجي نقول ده احنا عملنا الحد الاقصى وعملنا مش عارف ايه، ده احنا خفضنا في مصروفات الموازنه وبند المرتبات والاجور. الضرائب والحاجات دي انت عارف، الضرائب زياده اسعار الميه والكهرباء والغاز وزياده الضرائب، وكمان ضريبه القيمه المضافه اللي عاملينها هتطبق من 1/10. عموما الضرايب عامله زياده في ايرادات الموازنه 200 مليار، مصروفات الموازنه راحت نطه زياده 350 مليار، كالت الضرايب اللي اتفرضت على الناس وارتفاعات الغاز والكهرباء وبتاع، وزادت كمان عنها ب 150 مليار، رغم احنا عاملين الحد الاقصى، وقالوا ان الحد الاقصى ده هيخفض من مصروفات الموازنه، ما حدش طلع قال لنا ايه ده؟ ايه اللي بيحصل في الموازنه ده؟ الرئيس كان رجع الموازنه وقال لهم ما ينفعش 350 مليار، ده احنا عايزين 200، قالوا له ماشي 250 240. اعتقد ان عجز الموازنه هيرتفع عن كده. فحضرتك لا، احنا محتاجين حاجات كتير، محتاجين حاجات كتير جدا. وزي ما قلت لك ان سعر الدولار، علشان البنك المركزي زي ما قلت لك بيحافظ على استقرار السعر، ان هو امتى ايه الاجراءات بقى اللي احنا المفروض نتخذها لغايه بقى ما يعني كل اللي حضرتك بتقول ده يتحل، اذا كان يعني الوزراء يشوفوا شغل مثلا بطريقه مختلفه او يجدوا افكار جديده او المستثمرين يجوا ان شاء الله، لغايه ما الحلول دي يعني تحصل ان شاء الله تكون في طريقها انها تحدث. الاجراءات اللي المفروض البنك المركزي يتخذها، مين اللي منوط دلوقتي موضوع الدولار ده والسيطره عليه حتى يستتب الامر لغايه ما الاوضاع الاقتصاديه تتحسن؟ شوفي حضرتك، البنك المركزي مش هو اللي بيجيب الموارد بتاعت النقد الاجنبي لمصر، دي موارد مسؤول عنها الصادرات، في صادرات بتروليه وصادرات غير بتروليه، الصادرات غير البتروليه مسؤول عنها وزاره الصناعه ووزاره الاستثمار ووزاره التخطيط ووزاره الصادرات البتروليه مثلا مسؤوله عنها وزاره البترول، عندنا السياحه وزاره السياحه اللي مسؤوله عنها، القناه الهيئه بتاعت القناه هي المسؤوله عنها، تحولات المصريين عاملين بالخارج مفروض وزاره الهجره، احنا عاملين وزاره جديده بتاعت الهجره، ودي مسؤوليه كامله عنها. الحكومه كلها مسؤوله عن موارد مصر الدولاريه، مش البنك المركزي هو اللي بيخش يجيب. البنك المركزي لما بيحصل في الموارد دي فايض بتتحط في الاحتياطي، هو اللي بيدير الاحتياطي، بيديره يعني ايه؟ يحطه في وسائل امنه بتجيب ايرادات فبتزوده، لو هو بيزيد بصفه مستمره من الموارد دي كمان هو مفروض يدير المبلغ اللي عنده عشان يجيب له ايرادات، يشتري ذهب، يشتري يعني يستثمر في الذهب، الذهب فيه ارتفاع مثلا بيشتري ذهب، احنا عندنا على فكره ذهب في الاحتياطيات قيمته دلوقتي حوالي 2.5 مليار دولار، كانت قبل كده حوالي 3.1 من 10 مليار دولار او 3.2 من 10 مليار دولار، طبعا لما انخفض سعر الذهب انخفض السعر عندنا في الاحتياطي فخفض الاحتياطي كمان، رغم ان احنا الذهب ده معدل العائد على الاستثمار في الذهب مثلا حوالي 30% في اخر 10 سنين، يعني احنا لما بنشتري ذهب وبيبقى سعره فيه تصاعد ويبقى معروف ان الذهب سعره هيعلى، لما بيشتروا بيحصل فيه معدل عائد على الاستثمار هايل، لكن للاسف الشديد احنا ما اشتريناش ذهب من ايام من ايام ثوره 52، لا من ايام ثوره 52 ما اشتريناش ذهب، حاجه غريبه جدا. المهم ان حضرتك البنك بيدير، البنك المركزي هو اللي بيدير الاحتياطيات. والاحتياطي عندنا كام دلوقتي؟ احنا الاحتياطيات 18.5 مليار مليار دولار، دي بتدينا القدره ان احنا ندفع بقى اللي علينا، انت عارف ان نادي باريس في 1/1/1/7 بيطلب مننا 7.1 مليار دولار، في دول قطر احتمال يستحق لها حوالي مليار دولار في اخر السنه المفروض هندفعهم، في استحقاقات علينا، انت عارف ان في ودائع لدول عربية بتبقى ليها أجل والأجل يعني بتنتفي لها، وفي خلافات سياسية معاها بتطلب إنها تاخد ودائعها، أهلا وسهلا بنديها لها، البنك المركزي بيدير الموضوع كده، لكن البنك المركزي مش مسؤول عن الموارد. فلما بيحصل انخفاض في الاحتياطي الإعلام الحق يا بنك مركزي ده أنت في انخفاض في الاحتياطيات، لا ما أنت تبص تشوف السبب في الانخفاض إيه، يعني أيام الدكتور فاروق العودة كان السبب في الانخفاض هو السبب فيه لانه سمح للاجانب ان هم يستثمروا في اذون الخزانه بحوالي 10 مليار دولار لما قامت الثوره، جم كلهم راحوا ساحبين فلوسهم، عملوا انخفاض عنيف في الاحتياطيات بتاعت مصر الدوليه من العملات الاجنبيه من 36 مليار دولار، شوف انخفضت لكام؟ احنا النهارده 18.5 وعماله تطلع وتنزل، احنا لو كنا استمرينا بدون المساعدات كانت الاحتياطيات ما كانش بقى عندنا ولا دولار احتياطي، كنا وقعنا في مشاكل كبيره جدا لولا الدول العربيه ومساعداتها طبعا.
فالبنك المركزي خلال الفترة اللي جاية دي أنا أعتقد إن هو ليه دور إن هو يزود موارد مصر الدولارية. أنا كان في اقتراح قدمناه لما جه 36 مليار دولار بدأت تتآكل وما كانش فيه يميها. أنت عارفة إن سنة 2011 و2012 ما جاتلناش مساعدات عربية خالص. الدكتور فاروق العقد المحافظ السابق كان بدأ يعمل أذون خزانة دولارية واستلف من البنوك يدعم بها الاحتياطي، وده أمر في منتهى الخطورة على وديع العملاء بالعملة الأجنبية. أنت بتاخد من فلوس الناس بالعملة الأجنبية، خد من المحلي زي ما أنت عايز، ما أنت عندك مطابعة تطبع له، لكن لما تاخد دولار إحنا ما عندناش مطابع دولار، هتجيبه منين؟ فحضرتك لما بدأت المساعدات العربية ساعدتنا. في اقتراح بقى كنا قدمناه يميها إن إحنا نزود رؤوس أموال البنوك الخاصة. أنت عارفة إن عندنا الجهاز المصرفي سنة 2004 حصلت فيه عمليات بيع لبنوك، كان في بنوك بالفعل فيها مشاكل، فبدأ ندخل عملنا حد أدنى لرؤوس أموال البنوك كان 500 سنة 2003 وتعديل قانون البنك المركزي، فعملناها 500 مليون جنيه. النهاردة من الممكن جدا إن احنا نرفعها لأكثر من 3 مليار جنيه، من الممكن جدا إن احنا نصدر تعليمات بكده وندي مثلا مهله للبنوك انها توفق اوضاعها في 3 اشهر 4 اشهر 6 شهور. حتى بعد 6 شهور انا متاكد ان احنا هنجيب موارد دولاريه هتفوق ال 10 مليار دولار، دي هتدعمنا وتدعمنا بشكل كبير جدا. لكن ما فيهاش اي مخاطره يعني ان البنوك دي بنوك اجنبيه او غيره؟ ده ما بيفرقش نهائي حضرتك، اصل دي شركات مساهمه مصريه. الشركات المساهمه المصريه دي بيبقى اللي بيديرها مصريين والعاملين مصريين، وواقع تحت رقابه البنك المركزي، مش واقع تحت رقابه البنك مش واقعه تحت رقابه البنك يعني المركزي. يعني بيسري عليها قوانين ولا لا؟ طبعا. اللي بره البنك المركزي كان في بنك واحد اللي هو المصرف العربي الدولي، وبعد الثوره على طول رحنا بقى تحت مظله البنك المركزي. كان ما كانش بيخضع لحاجه خالص ولا الاشراف ولا بتاع، وكانت حصلت عمليات تهريب كبيره اموال من ناحيته بعد 25 يناير، لكن اتحط دلوقتي تحت عباءه البنك المركزي. فالحمد لله ما عندناش حد تحت يعني بره الكفر اللي عامله البنك المركزي للرقابه. ارفع الحد الادنى لرؤوس اموال البنوك ودخل مساهمين جداد، وخلي بالك ان مشروع محور قناه السويس لو الناس حاسه ان هو بدا تبقى فيه جديه كده وفي حركه، هتبص تلاقي ان في بنوك كتير جدا طالبه انها تخش. انت عارف ان البنك المركزي ما بيديش رخص لبنوك جديده، وده كويس ان احنا لما ما نديش رخص ونرفع الحد الادنى وفي بنوك مش قادره بندخل لها مساهمين جداد. ايه المشكله؟ مساهمين الجداد انت عارف ان البنوك القطاع الخاص كلها متباعه لبنوك عربيه وبنوك اجنبيه، الا بعض البنوك اللي هي البسيطه بتواجه مشاكل. على فكره رؤوس الاموال المصريه دي بتواجه مشاكل، لما هنطلب منها زياده الحد الادنى هتضطر انها تدخل مساهمين جداد. البنوك اللي هي العربيه او الاجنبيه الموجوده هتزود طبعا رؤوس اموالها. احنا عندنا بنك راس ماله 800 مليون جنيه بيحقق ارباح كل سنه اكتر من مليار جنيه، فجاب هو كان شاري طبعا السهم بزياده، لكن يعني حقق غطى الاستثمار وبدا يكسب يعني مكاسب كبيره جدا من مصر. طب انتوا يا جماعه بتكسبوا الناس، لو طلبنا منهم رفع رؤوس اموالهم هيغطوا فعلا، لان بازل كده كده بازل 3 كمان لما تيجي تطبق هينطلب ان هم يزودوا، فما يزودوا من دلوقتي هتجنى حصيله دولاريه كبيره، من الممكن انها تدعم الاحتياطيات، من ممكن انها تدعمنا وتمشينا لغايه لما بشرط مشروع المحور يحصل. يعني ده حل قصير الاجل مؤقت. حل قصير الاجل، من الممكن في 3 اشهر في 6 اشهر انا اجيب لك موارد دولاريه حوالي ما تقلش عن 10 مليار دولار، بس في المقابل انت بتبدا تشتغل بقى على ما تشتغل في موضوع مشروع المحور، لان مشروع المحور ده هو الامل الموجود دلوقتي. ده لو حصل حاجه لمشروع المحور انا مش عايز اقول لك احنا ما يعني بصراحه هنروح هو فين، هو الامل يعني الوحيد ان احنا ننطلق والى يعني احنا هنروح فين برغم وجود مثلا اكتشافات الغاز دي برضه ممكن تكون يعني اكتشافات الغاز حضرتك برضه عشان ما نقعدش. بص حضرتك احنا قعدنا نقول القناه، وده احنا افتتحنا القناه اول ما جو قبل ما نبدا قبل ما اول فاس يتحط فيها واحد قال لك ده 10 مليار دولار 100 مليار دولار العائدات بتاعتها في خلال في اول سنه افتتاح 100 مليار ايه بس قالوا الحكومه طبعا قالوا ده احنا مش عارف سنه 2000 وكام بعد 8 سنين مش عارف هتبقى الايرادات كام. يا جماعه بعد 8 سنين في حد بيتوقع توقعات طويله الاجل؟ توقعات طويله الاجل مفيش حد بيتوقعها في الاقتصاد خالص. حط استراتيجيه طويله الاجل ماشي، لكن توقعات
وتقولي لي ده انا متوقع ارقام طويله الاجل ما بتنفعش، في ظروف خارجيه بتيجي تخش تبوظ لك الدنيا، فهي دايما بتبقى التوقعات قصيره الاجل وبارقام وبنتحاسب عليها. يا جماعه مشروع المحور لازم تهتموا بيه، وفي المقابل تبداوا تزودوا تعدلوا قانون البنوك، تعديله بطريقه معينه، وده محتاج وقت ان احنا نشرح لانه مهم جدا. ويا ريت نبتدي ناخد اجراءات فيه طالما المشروع يعني مطروح وحضرتك طرحته زي ما قلت لحضرتك ان شاء الله يبقى زياده هيحقق لنا يعني موارد نقد اجنبي لا تقل عن 10 مليار دولار لو بداوا يشتغلوا في الكلام ده، مع طبعا الحكومه هتبدا تشوف مشروع المحور وما نقولش بقى ده احنا حكومه مؤقته وفاضل لنا 3 اشهر ومجلس الشعب نبدا نشتغل كاننا يعني قاعدين على طول. صحيح. باذن الله ان شاء الله هنحل مشكله النقد الاجنبي. اتمنى ان شاء الله كده. انا بشكر وجودك معانا دكتور احمد، ودايما هنذكر الحكومه ونذكر انفسنا بان احنا لابد من ان احنا نبذل جهد اكتر من كده، وان الوقت بيفرق معانا، وان كل يوم له ثمن. بنشكر الدكتور احمد ادم الخبير المصرفي، شكرا جزيلا لحضرتك. بعد الفاصل اعزائي المشاهدين هيكون لنا لقاء وفقرتنا الاخيره النهارده اللي هنتكلم فيها عن التموين، سواء منظومه الخبز او السلع التموينيه المختلفه، غلاء الاسعار ازاي برضو التحكم في هذه الاسعار، جهود وزاره التموين ممكن تبقى ازاي علشان نسيطر على الغلاء الموجود في السوق علشان المواطن مش مستحمل اي زيادات تانية. هيكون معانا الاستاذ العربي ابو طالب رئيس اتحاد التموين بعد الفاصل.